بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم رح نكمل فيه موضوع شجرة البلوط أو ثمرة البلوط، ورح نحكي فيه عن طرق ووصفات العلاج اللي بتعتمد على شجرة البلوط، ووصفة لحماية القلب والكبد ومعالجة التهاب الفم والبلعوم وأيضا التهاب اللثة والتقليل من احتقان الحلق، أيضا للتخلص من البلغم، ووصفة لتخليص الجسم من السموم، وأيضا وصفة لعلاج سلس البول ومعالجة الإسهال، ووصفة للتخلص من الوزن الزائد وللتقليل من التهاب القدمين، أيضا لمعالجة تضخم أوردة الساقين والدوالي، ووصفة لمعالجة التهاب الجلد ولتعقيم الجروح والحروق والتقليل من ظهور آثار الحروق، ووصفة لعلاج الحروق الشديدة بالجلد. أيضا الأهم من ذلك هو ما هي الجرعات المستخدمة ومقدار كل جرعة من ثمار البلوط. فاصل ونواصل. والآن سنستعرض بعض الطرق والوصفات العلاجية التي تعتمد على شجرة البلوط. حماية القلب والكبد: نضع في وعاء 3 كؤوس من الماء وكأس من لحاء البلوط، ونغلي المزيج على نار هادئة ونتركه يغلي لمدة 20 دقيقة. نترك المزيج ليبرد ونصفي المزيج ونشرب منه كأس كل يوم، ويفضل إعادة الطريقة عدة مرات للحصول على نتائج جيدة، وهذه الطريقة تستخدم لحماية شرايين القلب من التصلب، كما أنها تحمي الكبد من التليف. وصفة لمعالجة التهاب الفم والبلعوم: نغلي ثمار البلوط بالماء ثم نتركها لتبرد، ثم الغرغرة بهذا المحلول بمعدل 3 مرات يوميا، فلهذه الطريقة أثر كبير في علاج التهاب الفم والبلعوم. أيضا وصفة لمعالجة التهاب اللثة: نغلي مقدار من ثمار البلوط ونتركها لتبرد، ويتمضمض بها المصاب بالتهاب اللثة بمعدل 3 مرات في اليوم، كما تساعد هذه الطريقة في التخلص من الأوساخ العالقة بين الأسنان. وصفة للتقليل من احتقان الحلق: حيث تغلى قشور البلوط في مقدار من الماء وتبرد، ثم يتغرغر منها المصاب بالتهاب الحلق بمعدل 2 مرات في اليوم، وتفيد هذه الطريقة أيضا في معالجة قروح الفم وإيقاف النزيف الذي يصيب اللثة. أيضا وصفة للتخلص من البلغم: نضع في وعاء نغلي مقدار من ورق التوت مع مقدار متناسب مع القشرة الداخلية من اللحاء، يعني قشرة البلوط، ويشرب من هذا المزيج للتخلص من البلغم الذي يسبب ضيق التنفس وأي من المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي. وصفة لتخليص الجسم من السموم: ينقع مقدار من ثماره ومقدار من لحاء البلوط في مقدار من الماء ويترك حوالي الساعة، ثم نضيف إليه مقدار يعادله من الحليب ويشرب منه بمعدل 0.5 كأس صغير كل يوم، ويطلق عليه اسم الشاي الأبيض المصنوع من هذه الشجرة. وهذه الطريقة تساعد الجسم في التخلص من السموم التي تصيبه، وتخلص الجسم أيضا من أثر السموم التي تحدثها تناول بعض أنواع الأدوية التي تحتوي على نسب من السم والتي تضر بالجسم على المدى الطويل من استخدامها. ولعلاج سلس البول: تغلى أوراق شجرة البلوط في كمية من الماء ثم تبرد ويشرب منها لمدة 10 أيام قبل الذهاب للنوم، فهذه الطريقة تساعد في معالجة السلس البولي والتبول اللا إرادي ليلا وخاصة عند الأطفال. ولعلاج البواسير: تغلى قشور شجرة البلوط ويشرب منها للتخفيف من آلام البواسير أو النزيف الداخلي الذي تحدثه البواسير. ولمعالجة الإسهال: يشرب كأس من قشور البلوط المطحون والمغلي بالماء بمعدل 2 مرات في اليوم للتخفيف من الإسهال. أيضا وصفة للتخلص من الوزن الزائد: غلي مقدار 3 ثمار من البلوط متوسطة الحجم لكل كأس من الماء، يعني كل كأس ماء نضع له 3 ثمار من البلوط متوسطة الحجم، ويترك ليبرد ويشرب كأس كل يوم، فهذه الطريقة تساعد على فقدان الوزن الزائد، والمدة هون طبعا حسب حالة وحاجة كل جسم.
وللتقليل من التهاب القدمين، نضع ثمار البلوط في وعاء كبير ويصب فوقها مقدار من الماء الدافئ وننقع القدمين في هذا المنقوع لمدة ساعة. ولعلاج مشكلة تورم القدمين التي تحدث نتيجة التعب والإجهاد، يغلى كمية من قشور ثمار البلوط في مقدار من الماء ويترك المحلول ليبرد، ثم تنقع القدمين المتورمتين في هذا المنقوع مع التدليك المستمر، وستحصل على نتائج جيدة بإذن الله. أيضا وصفة لمعالجة التضخم أو ردة الساقين، يعني الدوالي، هي نفسها طريقة الشاي الأبيض اللي ذكرناها، حيث نضع مقدار 3 حبات من ثمار البلوط مع ملعقة صغيرة من لحاء البلوط، ونضيف إليهما ما يقارب 3 كؤوس من الماء، ونترك المزيج على النار لمدة 15 دقيقة ربع ساعة، نبرده ونضيف إليه كأس من الحليب ونصفي المزيج ويشرب منه كأس في المساء. أيضا وصفة لمعالجة التهاب الجلد، نغلي لحاء البلوط، قشرة البلوط يعني، في كمية من الماء، وبعد تبريد المحلول تستخدم بغمس قطعة من الشاش الطبي الأبيض بهذا المحلول وتوضع على مكان الالتهاب، فهذه الطريقة تساعد في التخفيف من تهيج الجلد، كما يفيد في علاج بعض أمراض الجلد كالأكزيما، حيث تنقع الأيدي بنفس المحلول لمدة 5 دقائق وتغسل بماء دافئ قليلا، وتكرر العملية عدة أيام حتى تشفى المنطقة. ولتعقيم الجروح والحروق، ننقع مقدار من ثمار البلوط في كمية من الماء الدافئ لمدة 3 ساعات على الأقل، ثم تصفى وتغمس قطعة من الشاش وتغسل به المنطقة المصابة بالجروح أو الحروق، مع تغيير قطعة الشاش في كل مرة ينظف بها مكان الجرح أو الحرق. أيضا وصفة للتقليل من ظهور آثار الحروق، نضع 2 ملعقة كبيرة من قشر البلوط في كأس من الماء الدافئ ونخلطها جيدا ونتركها لعدة دقائق، ثم نغمس في هذا السائل قطعة من القطن الطبي ونمسح بها أثر الحرق لعدة مرات، وتكرر العملية حتى الشفاء. أيضا وصفة لعلاج الحروق الشديدة بالجلد، نشق ما يقارب 6 من جوزات البلوط بواسطة مطرقة، ثم نضعها في 2 لتر من الماء، 2 لتر ماء، ونترك هذا المقدار على نار هادئة حتى يغلي ليصل المزيج لمقدار النصف، ونتركه يبرد عدة ساعات بعد تغطيته، ثم نصفي المزيج ويعبأ المزيج في زجاجة، وبهذا نحصل على محلول يمتاز بغناه بحمض التانيك داخله، حيث من الممكن استخدام هذا المحلول ككمادات لوضعها على الحروق والأكزيما. ولكن ما هي الجرعات المستخدمة في البلوط؟ تعتمد الجرعة المناسبة من البلوط على عدة عوامل، مثل عمر الإنسان وصحته والعديد من الحالات الأخرى. وحتى هذا الوقت لا توجد معلومات علمية كافية لتحديد جرعة مناسبة، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن المنتجات الطبيعية ليست آمنة دائما، وأن الجرعات يمكن أن تكون مهمة أهم من استخدامه بكثرة، فيجب عليك التأكد من اتباع الإرشادات ذات الصلة الموجودة على الملصق الموجود على المنتج، أو إن أمكن استشر الصيدلي أو خبير الأعشاب أو غيره من متخصص الرعاية الصحية قبل الاستخدام. ومقدار الجرعات المستخدمة من ثمار البلوط بشكل عام، إن مقدار الجرعة التي تؤخذ لعلاج العديد من الأمراض يجب ألا تتجاوز 3 جرامات من لحاء البلوط يوميا، ومقدار جرعة مغلي البلوط لعلاج الأكزيما هو من 1 إلى 2 ملعقة شاي في حال استخدام مغلي اللحاء لعمل كمادات، ويستخدم مقدار 15 إلى 30 جرام من لحاء البلوط، ومدة الغلي لا تتجاوز 15 دقيقة، ومقدار الماء ما يعادل 500 ملي جرام، أي بمعدل 2 كاس تقريبا، يعني حوالي 0.5 لتر، مع تبريد المزيج ثم استخدامه، والسائل المعد للشرب يمكن استخدامه طوال اليوم. حبيبنا، نكتفي بهذا القدر اليوم، ورح نحكي بالفيديو القادم إن شاء الله عن أهم وأبرز فوائد البلوط للجهاز التناسلي في المرأة والغثيان عند الحوامل، وعن فوائد البلوط للجنس والأضرار والأعراض الجانبية من سوء استخدام البلوط. ونتمنى للجميع دوام الصحة وراحة البال، وإن شاء الله يكون الموضوع عجبكم،
ننتظر رأيكم تعليقكم مثل العادة. للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. بنرحب بزوارنا الجدد اللي عم بشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.